السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام، نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. اليوم غنوجد معكم هذه الوصفة، هذه اللي عبارة عن حوت في الفران اللي كيجي أكثر من رائع. نتمنى تجربوه وينال الإعجاب ديالكم اللي فعلا يستحق التجربة، كيجي غزال بزاف بزاف بزاف. نخليكم مع الطريقة والوصفة. كتشوفوا معايا خواتي، غادي نحتاجوا واحد جوج حوتات كيف كتشوفوا متوسطين بحال هكا، نقيتهم وغسلتهم مزيان. ودابا غادي نحتاجوا العطريه ديال الحوت اللي كلنا عارفينها. خديت هنايا شويه الربيع، شويه الكمون، شويه التحميره او البابريكا حمراء ما حراش، شويه الابزار، وشويه الخرقوم بلدي. وغادي نضيف عليهم شويه الزيت البلديه. هادي هي الشرموله باش غادي نشرمل ان شاء الله هاد الحوت هذا. غادي نزيد شويه الزيت البلديه، وغادي نزيد واحد نص عصير حامضه. صافي اخواتي، غادي نحرك هاد الشرموله مزيان. وغادي هي باش غادي نشرمل كيف قلت لكم هاد الدجاج هذا ديالنا، عفوا، واحد جوج دراس ديال الثومه، واحد جوج دراس ديال الثومه حتى هما درتهم هنايا في هاد الشرموله. واللي عنده الشرموله ديال الحوت ممكن حتى هي يضيفها، ممكن حتى هي يديرها في هاد العطريه هادي او هاد الشرموله هادي. صافي اخواتي، نتوما كتشوفوا دابا غادي ناخذ هاد الحوت ان شاء الله، غادي نشرملو مزيان. نتوما غادي نستعمل يديا بحال هكا، وغادي نخشي الحشو هاد العطريه لداخل باش تدخل مع الحوت. صافي، وكنديروه في شي طبق اللي غادي ندخلو للفران. الا غادي ديرو طاوة من الاحسن ديرو داك البابي كويسون حتى هو من التحت باش ما تحرقش لكم هاد الحشوه هادي. على هذا الشكل هذا. ومن بعد فاش ندخلهم للفران فاش يطيبوا غادي ندوزو نوجدوا مع بعضياتنا واحد الحشوه اولا لا صوص باش غادي نسقي ان شاء الله هذا الحوت هذا. انا دابا غادي نقطعو. من الاحسن نفلحوا هذا الحوت هذا، نفلحوه باش تدخل ديك العطريه لداخل بحال هكا على هذا الشكل هذا. احسن تخليه واحد الساعه مرقد في هذه الشرموله هذه باش يشرب لينا هذه العطريه هذه، وباش يجينا الحوت ان شاء الله بنين على هذا الشكل هكا. صافي هانتوما، صافي باش تدخل هذيك العطريه في هذا اللحم هذا ديال الحوت هذا الشكل هذا. صافي اخواتي، وغادي نخليه مرقد عندي هنايا واحد نص ساعه ان شاء الله، اللي باش غادي ندخلو للفور يطيب. وغادي ندوزو باش نوجدو ديك لاصوص ان شاء الله اللي غادي نديرو ليه من الفوق باش غادي نسقيو هاد الحوت ديالنا ان شاء الله. هنا خواتي هذه هي لاصوص ان شاء الله باش غادي نسقي هاد الحوت ديالنا. خديت هنايا عندي شويه د الربيع، نتمنى يكون واضح، شويه تاع قزبور ومعدنوس مقطع. عندي واحد جوج مطيشات نقيتهم وقرطتهم، نقيت قرطتهم طريفات. عندي هنايا واحد نص فلفله حمراء كبيره حتى هي قرطتها طريفات. وعندي جوج دراس تاع الثومه، وغادي نزيد شويه ديال الملح، غادي نزيد الكمون، شويه الكمون، غادي نضيف شويه ديال الابزار، شويه حيت غادي ندير شويه الهريسه، وغادي نزيد ليهم التحميره اولا البابريكا. وغادي نزيد شويه ديال الخرقوم حتى هو،
نزيد شويه تاع الهريسه، شويه الهريسه حتى نص معلقه، شويه معلقه صغيره صافي اخواتي. وغادي نضيف الزيت البلديه ثوما، صافي غادي نديرو فوق البوطه باش يطيب لينا هاد الحشو هادي اولا هاد لاصوص هذا نتوما كيف كتشوفوا. اللي من بعد غادي نضيف ليه شويه ديال لي كروفيت ان شاء الله. وهنايا خواتي من بعد ما طاحت لينا هاد لاصوص هادي كيف كتشوفوا معايا هي طابت صافي بريسك طابت، خصها غير تنشف شويه. غادي نزيد عليها شويه ديال لي كروفيت، شويه ديال لي كروفيت انا عندي هنا مكونجوليين حتى هما غادي نزيدهم بحال هكا صافي. وغادي نخليو حتى يطيبوا، كيف كتعرفوا لي كروفيت راه مع الصاد كيطيبوا فيسع صافي. غادي نخليهم دابا على نار مهيله بما طابوا لنا دوك لي كروفيت ونشفات لينا هاد لاصوص هادي. ها نتوما كيف كتشوفوا كتجي هاد لاصوص غزاله زوينه بزاف صافي. غادي نغطيها وغادي نخليها ان شاء الله حتى تطيب، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله فاش يطيب لينا الحوت ونزوقوها بهاد لاصوص ان شاء الله. كتشوفوا اخواتي من بعد ما طاب لينا طابو دوك جوج حوتات خديت ديك الشرموله اللي وجدت معكم كيف كتشوفوا خويتها عليه من الفوق صافي. زوقت بشرائح ديال السيترون ديال الحامض صافي، وكتجي هذه هي النتيجه كيجي فعلا غزال ان شاء الله. تجربوه بهاد الشرموله اللي وجدت معكم وفعلا كتجي مغايره وكتجي خفيفه وكيجي غزال ان شاء الله يعجبكم. تخليوا لي لي كومونتير ديالكم، وكانت هذه هي الشهيوه اليوم، ونخليكم على خير وفي امان الله والسلام عليكم.